يا رب يا مساحي. حاج ابو زكري مين؟ حاج ابو زكري مين؟ ابو كمون مين؟ مين اتطلقت انت حراميه جايالك؟ ثواني يا عم افتح مش وقتك. السلام عليكم. وبركاته. امورني عامل ايه؟ اتفضل. ما نجيلكش في وحش، عندي نعازه والراجل اللي مات كان غالي علينا. والمطلوب زي ما انت عارف عايزين والله مرتك تيجي تقضي الواجب بس والله. عشان زي ما انت عارف الناس مش اما تتلم حقاش اما تسمع الوعوة بتاع الحريم. ومرتك يعني بسم الله ما شاء الله ما في جنازة ما تخشه الا ما تخلي الناس زي النم. بس الدنيا غليت اديك شايف، والحالة غليت، وانا عشان خاطر ابو كمون انا هحسب لها الساعة ب50 جنيه، غير وجبة فطار ووجبة غدا ووجبة عشاء. ولو كان الميت غالي عليك وهتنصبوه لتلات اربع ايام هتاخد اوفر تايم. يعني هو بالساعة يا حاج ابو زكري؟ ابو زكري خليها استني انت استني لما متفق مع الراجل. عايز ايه؟ يا شافني بس حتى ده الكلام ده في الاخر وهم ما يصرفوا الروح. حاضر يا حاج ابو زكري. الساعة ب 50 جنيه. إذا بعض خلاها باليوم يعني ما أديك شايف الظروف والأمن اللي إحنا فيها. الدنيا غليت وهي صوتها راح أصلاً. كلتوها لحم ورمتوها عض. إذا بعض مش مشكلة بس مش هوصيك. الراجل كان غالي وإحنا عايزينها تيجي تشتغل في الجنازة. ما فيش غير 3 4 10 تنفار اللي قاعدين في الجنازة. يا أبوي ده أنا هخلي البلد كلها تيجي. الناس تقول علينا إيه؟ الميتة بتاعتهم فجرية ومحدش طالع وراها. واللي ما عيطش هيعيط. حاضر. هستناك. هستناني. تلبس الاسود بس وتشوف شويه طين تشيله وهتيجي. يا عم اسود ملون بس المهم تيجي تقضي الواجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكيل وزاره هو اياه. هي تاخد من الدبه مخصوص. بلد فجر. تفتح في حسها وتعدل وتعمل وفي الاخر خالص ما تجيكيش وحش يا ابو زكري. يترد لك نهار ابو زكري. فوروا عليا يا ولاد الكلب. سمعت الكلام انت ها؟ مين هو اللي اتكلم ومات ده؟ ما سالتوش كان قريب ابو كمون ولا ايه؟ ابو كمون مين يا اخوي؟ يا ست احنا نروح نندبه خلاص، انت مالك كنت هتناسبيه، مغرغر، هنعمل له ايه؟ والله انت راجل من ساعة ما خدتك وش فك. وبعدين هقول لك على حاجة. العيال يا راجل. انت بالذات تاخد حسك في الندب، يعني مش لازم تعيش في الندب. يا زور الرحمن الندب من ساعة ما شغلتني في الشغلانة صوته ده. احنا هنضحك عليهم العبيطة. نندب شوية وتعمل صوتك مغني، هاتولي مية، هاتولي نعناع، هاتولي ينسون، هاتولي هاتولي. هم ايه البس عشان نتوكل على الله. يلا يلا قبل ما يعددوا عليك يوم. تعالى يا فاطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شد حيلك شد حيلك شد حيلك. مفيش تاني؟ لا دول اربع بس يا اخويا. ما البركه فيك. مش عايزك فين ابو كمون يا عم؟ يا ابو كمون. ايوه يا حاج. ايه يا عم سايبنا ورا فين؟ فين الناس؟ انت ديك شايف زي ما انت شايف هم اربع خمس نفار من يا عم. بص لا 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 احنا ما اتفقناش على كده. لا عم البركه في الحاج. صلى على النبي. لا ده كده هتتعب يا جو. زي بعض الساعه ب 60 جنيه زي بعض. الناس قاعده خلاص. اللي انت عايز انا هرضيك في الاخر. بس ما تنساش تغديها. هتجي على لحم بقى. حاضر. جاهز يا ابو شلل يا ابو زكري؟ زي بعض. هنا كوبايتين ينسون. حاضر. الله ينور عليك. يلا مش هوصيك على البركه. اربع تنفار زي ما انت شايف. ماشي. عايز بص الشارع ما يشيش في الادمين. على البركه. هديك من صباح ربنا لما ننادي في الجامع نقول الميته مجهزه والعربيات ما حدش سال خالص. خليها على الارض. توكل على الله. جاهزه؟ اقعد. عايزها تبقى حريقه مش جنازه. عايز السارح والمراوح يجي يطلع ورا الراجل اللي كان طيب ده. مين هو؟ قريب ابو كمون. جاهزه؟ ها. واحد اثنين ثلاثة. يا حبيبي يا اخويا يا اخويا. الله عليك لما تقسم. يا حبيبي انت عليا وجلست البنية دمك فيا تطلع عليها الشمس مرمية. الله الله الله. يا خرب بيتك يا حبيبي. يا رحت صغير يا اخويا. يا نضفت يا اخويا على اولادك اللي سيهم صغيرين يا اخويا. اخ ربيتك يا اخويا. دخل
حاضر حاضر. انا شبشبك تعرف. يلا عشان الناس. يلا يلا عشان الناس. يا خرب بيتك يا اخويا يا صغير، انا بيتك وعيال يا ولد ابدي. يا خرب بيتك يا اخويا يا صغير، ورحت صغير. علي صوتك، حي الناس اللي جات، حي الناس اللي جات. يا عم تحيي مين؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ لا اله الا الله. في ايه يا حاج؟ انت بتحرق المال قبل ما يطلع. نحرق ايه يا حاج؟ يا عم تحرق ايه؟ يلا يا عم من هنا. انت بتعمل ايه؟ قوم يا ست تمشي من هنا. طب يا سعيد، ايه اللي بتعمله يا سعيد؟ مين اللي بتمشي من هنا؟ ولا يا اخويا اقف يا وليد، امشي من هنا. استنى، هو مش في راجل لما يكلمه؟ يا عم انت راجل انت كمان. استنى انت شويه. يلا يا وليد من هنا. انت يا وليد.